سوي موضوع مثلا في الدنيا في كارم لعامة المنكرات واجب على الناس أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ولكن إذا عامة البلوى بمنكر معين يصعب تغييره من كل شخص، كالإسبال مثلا وبعض المحرمات الظاهرة المشهورة يصعب أن كل شخص تجده تقول أنت رجل مسبل، ربما لا تمشي خطوة إلا وتجد من هذا أبواب، لكن لا يعني هذا أن الإنسان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. اتحين الفرص والاجتماع كمثل موعظة في المسجد، موعظة يوم الجمعة، كتابة، نشرة أو غير ذلك، يأمر على قدر طاقته، لأن الله فضل هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي صحيح الإمام مسلم حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المحرمات في حديث مسعود في صحيح مسلم وذكر الباطل، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.